5000 عامل مهددون بالتسريح من العمل، فبعد أن كانت تعج بالعاملين تواجه علوة الرشيد اليوم سطوة المتنفذين في شل حركتها التسويقية بفتح مكاتب زراعية غير قانونية. أنا أحد المؤجرين بهذا العلوة، وصلت الحالة أنه ما نقدر ندفع أجارات مكتبنا لأن عمل ماكو الكثرة العلاوي المخالفة والمجاورة. فإحنا هاليوم من خلال قناتكم نمهل أمين بغداد أسبوع، خلال هذا الأسبوع إذا ما انسدت هذه العلاوي المتجاوزة راح نطلع تظاهرات بشارع اللي يربط بغداد الحلة، وراح نقطع هذا الشارع لأن قطعة أرزاقنا. أنا مسؤول حراس العلوة، كانوا عنده عدد الحراس 34 حارس، هسه صاروا 18 حارس وكلهم أصحاب عوائل وكلهم ناس كسب. فإذا يبقى الوضع هيك راح بعد يزداد سوء بعد سوء والبطالة تزيد وكلهم والله كنا صاحبين عوائل وعايشين على الله وعلى هاي العلوة زين، بس من كثرة العلاوة هاي دمرتنا كلها دمرتنا. أمانة العاصمة تعد طرفاً أساس بتوسعة دائرة الفساد كما يقول المسؤولون هنا، كونها تغض الطرف عن تلك التصرفات غير المسؤولة والتهديدات التي تقف عائقاً أمام أرزاق الكسب والطبقة الكادحة من دون أن تمارس عملها بوضع حد لتلك التجاوزات. أمين بغداد ما وضع لنا صورة حل ولا يجي يزور المشروع اللي هو تابع لأمانة بغداد. مشروع تابع لأمانة بغداد ومستفيد من عدة أمانة بغداد ومستفيدة من عدة كل الدولة العراقية ومشغلة 6000 عامل وموظف، ما عدنا دعم. دعمنا شنو احنا نريد؟ بس يسدون العلاوة الغير رسمية، غلق العلاوة الغير رسمية. يعني غير رسمية؟ نعم غير رسمية. موافقات تنص انه مشروع علوة الرشيد النموذجية المشروع هو الوحيد اللي بجانب الكرخ. جشع المتنفذين هذه المرة حرم بسببه الآلاف من أرزاقها، أما الجهات المعنية فلم تحرك ساكناً رغم أنها تعلم بحقيقة ما يجري، فهي ترى الصورة واضحة لكن على ما يبدو أن سطوة المتنفذين تهيمن على بصر القانون. من داخل علوة الرشيد في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.